الاطار اللي فاتك صحيح. لذلك في مجموعه من الاطار تستخدم استخدمنا عادة واحد منها اطار اسمه اطار الحصيله. هذا الاطار يستخدم من اجل ان نحدد حصيله معينه. نقول للمستفيد مثال هذا التمرين، نقول له في نهايه هذا التمرين تحصل على فائده، تحصل على قدره على صنع قراءة. اذا ما حصلت التمرين نهاية يكون عندك قرار. الاطار الثاني اطار اسمه اطار اتفاق. هذا الاطار لما ياتي واحد يهاجمك، واحد يتكلم كلام، مثلا واحد سال سؤال والسؤال مخالف لي، اقول له جيد دعنا ننظر لسؤالك، انا متفق معك تماما فيما تقوله، ولكن اريد فقط ان اوضح امر. اتحرك من مكان، اتحرك من مكان ايش سويت؟ انفصلت عن المكان اللي كنت فيه، اذا انا بدات بالاطار توافق ثم انتقل للاطار الخارج. خلينا ننتقل الى اشياء، خلينا نتكلمك ماذا لو حصل من وجهات نظر اخرى اتتك، من وجهه نظر كذا وكذا وكذا. هنا المستفيد معي باطار اتفاق. اطار اتفاق يعني المستفيد يفكر معك. لذلك اول شيء تقول للمستفيد انا معك باتفاق، يعني انا وياك سوا. ثم بعد ذلك تدخله في اطار المخالفه. في اطار اخر يسمى اطار اعاده المسار. هذا تغير الكلام. عندما المستفيد يقول لك بس انا مش قادر ان انا اتفاهم صراحه مع والدي. تقول له ممتاز، كل الناس لديهم اشكاليات في مسائل التربيه، يعني انا بغير مسار. كل الناس لديهم اشكاليات في مسائل التربيه، وذلك قد يعود بعمليه الاتصال ما بينهم غير فعاله. ولذلك ماذا لو استطعت ان تكون فعال في اتصالك بوالدك؟ يعني سويت؟ اغير مسار الحديث. غيرت مسار الحديث وارجعه، ألفه. في اطار اسمه اطار المخالفه. هنا ارتبط بالشخص، اذا مثلا الشخص يتكلم اخالفه مباشره، فارتبط بمخالفه طريقه التفكير. هذه كلها اطر في التفكير. ان انا اخالف راح العباره التالية. هنا اصبحت عن الفرق الذي يصنع الفرق في الكلام. مثلا شخص ما يسالني سؤال يقول لي البرمجه اللغويه العصبيه كلها كلام ودجل. ماذا ساقول؟ ساقول كالتالي. انا ارتبط باي اطار موافقه. اتفق معك لانه كل علم من العلوم عندما تسمعه لاول مره يكون عندك صورتين، صوره من الحقيقه وصوره من الدجل. خلينا نتكلم الان إن لو ان كل العلوم قلنا عنها بانها دجل. هل هذا يناسبنا؟ تعلم؟ اذا انا اخالفك رايي من هذا وجهه النظر. يجب ان ننظر للعلوم دائما بموضوعيه ومنهجيه. استكت الان. رجعت اولا فصلت هذا عن هذا، وبيدين استخدمت يدين، ثم اتجهت ووقفت ووضعته خلفي، ثم قلت انا اخالفك الان. لذلك انا استخدم يديني واستخدم حركه جسدي واستخدم اني كيف اتكلم عنها بحيث اني انصرها عنه تماما فكريا. واضح؟ هذا اطار. من الاطر الاخرى ايضا اطار اسمه اطار العواقب والاثار. هذا الاثار اعرف المستفيد ما سيحصل عليه من اثار. ولذلك في الاسئله السته اللي سالناها في البدايه سالت ما الاثار عليك وعلى اهلك وبيتك؟ لما انت تسوي التغيير اقول له ممتاز، تذكر الان تلك الاثار عليك وعلى اهلك وبيتك ومنزلك. غير مقبول. نعم، موجود عندك اخر سؤال. في اطار التفاوض والمقاربه، هو نبحث عن كيف نقرب وجهات النظر ما بيني وبين الاخرين، وفي اطار اسمه اطار كما لو. طيب لماذا ذهبت هذا الكور؟ لماذا ذهبت هذه اللفه؟ ذهبت هذه اللفه من اي شيء واحد. عندما تاتي الان تنفذ مواقع الادراك يجب ان تعرف كيف تتكلم مع المستفيد. لا تقل للمستفيد كلمات وجهات نظرك، انما تقول للمستفيد كلمات عبارات عامه تعميميه. تحمل مجموعة من الأطر. لا سنتوقف في البريك 10 دقائق ثم سنعود. عندما نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أجل البريك شوي. أجل البريك شوي. ممتاز، ما الذي سنعمله الآن؟ لاحظوا الذي سنعمله الآن التالي. إننا سنعمل أوراق، كل شخص سيعمل ورقة يكتب عليها موقع المراقب والذات والاخر. اكتب ثلاث ورقات الذات المراقب الاخر. ثلاث ورقات الذات المراقب الاخر. Thank you.
خمس ورقات فلا استعملوا. أريد منك أن تقف الآن، حمل ثلاث ورقات، حمل ثلاث ورقات، وضع ثلاث ورقات على الأرض بشكل تريد، موقع سوى موقع الداء، موقع سوى موقع مرافق، موقع سوى موقع الآخر. لكن عندنا بلاطات ما عندنا ورق. بلاطات 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 ولا يهمك بلاطات بس كده بس كفايه بس خلاص زين
لذلك المستمع عندنا موضوع مهم جدا. ليس المهم فقط أن تعرف كيف تعملها لنفسك، مهم كيف تساعد المستفيد. وذلك المستمع سيكون عندنا أول فترة في يوم السبت بإذن الله التالي أن نثبت هنا تيمو، أن نسوي عملية حرب لكل شخص يستعمل العملية، ثم نجعل كل شخص منكم يقوم بهذه العملية لشخص آخر. هذا ما نقول إن شاء الله يوم السبت. نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.